بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايب لكم حلقة قنبلة. ما نقول قنبلة يعني النتائج بتاعتنا مش 70%، النتائج بتاعتنا 100%. بوعد اي حد هيستخدم هذه الطريقة لعلاج مغص الزايدة بيتم تخفيف الألم بنسبة 100%، وده وعد مني لكل الناس اللي بتشاهد الفيديو. بس في البداية قبل ما نتكلم عن علاج الزايدة خلونا نقول ايه هو مغص الزايدة الأول اللي بيسبب لنا كل هذا الألم. لازم نبقى عارفين ان مغص الزايدة ده وجع في الجنب اليمين بيكون بادئ حوالين السرة. وجع في الجنب اليمين بيبدأ حوالين السرة، بيكون معاه ترجيع او سخونية. لو حطينا ايدينا مكان الوجع بيزيد الوجع، لو شلنا ايدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر، لو رفعنا رجل العيان تجاه بطنه بيزيد اكتر واكتر. ده كده بشكل مختصر لو تكلمنا عن ما هو مغص الزايدة، عرفنا هو مغص الزايدة. طب ايه هو العلاج؟ القنبلة. ما نقول قنبلة بقى يعني بنقول علاج نتائج بتاعته 100%. بكل بساطة بتجيب معلقتين من الجينسنج بتحطهم في مية مغلية، معلقتين من الجينسنج بتحطهم في مية مغلية مرتين يوميا، كفيلة ان هي تخلصنا من الألم وكمان الأعراض بتاعت المغص مع الترجيع. يبقى أعراض المغص مع الترجيع، لو قلنا تناول معلقتين من الجينسنج في مية مغلية يعتبر علاج بديل وفعال لمغص الزايدة. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو عايز تقولي شكرا ممكن تضغط لايك، لو عايز تقولي شكرا كبيرة شوية شارك الفيديو، فالدائل على الخير كفاعله. كان معاكم دكتور أحمد عطية الدهشان، دمتم بصحة وعافية، في أمان الله، مع السلامة.